السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في سلسلة جديدة. السلسلة هذه يا شباب راح أسميها فكرة المقطع يا شباب اللي هو ون بلوك يا شباب في ماينكرافت. حلو، مستحيل أستغني عن دعمكم، مستحيل أستغني عن تعليقاتكم، مستحيل، لا يمكن لا يمكن. أنا فهمت الفكرة يا شباب، إن البلوكة هذه تطلع لي موارد وراح أكسر إلى ما نهاية نجمع موارد وأستفيد من الموارد. أوكي، هذا إيش طلع لي؟ إيش طلع لي يا شباب؟ اوكي، الموسيقى لازم نقفل ام الموسيقى عشان ما تزعجني. اه 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 ايزي على قلبي، ايش ذا الشيء؟ ايش ذا الشيء؟ والله ما ادري. ابغى اجمع بجمع بجمع موارد، بجمع. ما ابغى ابدا يا شباب الا انا جاهز 100% يا شباب. ابغى اجمع بكل ما تعني. ايش طلع لي؟ ايش ذا الصوت؟ ايش القلوب هذه؟ يا اخي ما يمديني يا شباب اغير المنظور، يعني ابعد المنظور اقرب المنظور. اشياء كبير قاعد تطلع لي، والله ماني فاهم ايش معناها. يا شباب طلع لي مخزنين. حلو، شفت المويه يا شباب؟ ممكن نسقى يا شباب الزرع، اتوقع يا شباب، والله اعلم، الله اعلم ان نسقى الزرع يا شباب، والله ما ادري. انا راح ابني عالمي الخاص يا عيال. كيف راح ابني؟ انتم راح تساعدوني، تكتبوا لي افكار مره رهيبه وانا اخذ من افكاركم. يعني مثلا يجي لي واحد يقول لي عيسى حط زربه غنم. يب، زربة غنم يا شباب، احط فيه غنم يا شباب، احط فيه يا شباب مثلا صندقة حمام، ما ادري ايش يسمونها يا عيال. المهم يعني اربي دجاج واربي غنم. حلو، فراح اسويها، بس ايش الطريقة انا ما اعرف. مثلا في واحد يقول لي عيسى كبر عالمك. حلو، راح اخذ افكاركم واحطها. السلسلة هذه مبنية عليكم حرفيا، مبنية بني. خنزير، الحمد لله اني ما مت، اللهم لك الحمد. هذا معناتها يا عيسى يلا الحين وقت التكبير. مطر، مطر، صوت المطر. اوكي عيسى ركز، ما ابغى افقد مواردي. كيف؟ اوه ماي جاد، يا الرعب شباب، نسيت بش احط الموارد. دقيقه، كيف احط الموارد؟ كيف احط البلوكات؟ لا ما او ماي جاد، او ماي جاد يا عيال. اوكي حلو، فكره حلوه، نايس عيسى. ليش ما يحطها؟ ليش؟ والله خوفي اطيح. اخيرا يا عيال، يا رب اني ما اطيح. طب انا شوف، لازم اكسرها. انا شوف والله ضيعت يا عيال. وين البلوكه الاخيره؟ بس انه دقيقه، بحاول اني انزل. كيف انزل تحت؟ طيب دقيقه عيسى، اتوتر. اكسر هذه هنا. حلو، اكسر اللي تحت. اوكي، هذه البلوكه يا عيال، هذه البلوكه. تمام، نايس. الحين يا شباب والله ما ادري ايش اسوي يا عيال، والله بس انه ما ابغى اطيح. دقيقه عيسى، ليش دقيقة؟ جتني فكرة يا عيال، ارميها يا شباب، اعبيها هنا. دقيقة، حطها هنا. جتني فكرة يا شباب، بخلي البلوك الوحدة عشان اميزها من بين كل البلوكات، ابخليها في الارض تحت. تمام، فهمت علي يا عيال ولا فهمت؟ هذه اول بقعة، يعني انا متقبل اني ابقعها، متقبل اني اجيب العيد. عادي يا شباب، عادي. انا ما زعلت، انتوا زعلتوا، انا ما زعلت. معايا تقريبا يا شباب كم قتلة؟ معايا 5 قتلات، بعدين خلاص يبدأ الجد. يسعدينهم، بس اني فقدت كل مواردي. اوه ماي جاد. طيب قلنا هذه يا شباب اللي تطلع الموارد، فكذا يا شباب بنخليه يطلع الموارد. طلع، بعدين بنجمعها مرة واحدة. جزر، ايش الجزر ذا؟ لا والله لسه. شباب ايش هذا الشيء؟ هذا زي البذور، معقولة؟ والله ما راح أسوي أي شيء بالموارد للأمانة. يعني كل الأشياء اللي أنتم بتقولون لي أنا بسويها، ما راح أسوي أي شيء بالموارد والله. الحين أنا مهمتي الوحيدة إني أنا أوسع يا شباب المكان حقي بدون ما أموت. بنوسع يا عيسى، بنوسع بالتراب. يا ساتر، صوت المطر، جيت أموت. يا أخي روحي. طيب أنت ها هنا. طيب بعدين بنوسع حبة، شباب بوسع كذا في الجهة هذه. أو ماي جاد، لو أموت. يا أخي ليش ما تتعلق؟ لا يا غبي، لا.
اخيرا. والله رعب حقيقي، وقسما بالله ان الموت هنا هو الرعب الحقيقي. والله طيب نايس نايس عيسى. نسبة الحظر يبالك تكون 9 مليون عشان تكون نسبة الحظر عالية عندك عيسى. يلا جمع موارد جمع موارد، يلا بجمع موارد اجيكم. طيب كذا موارد يعني كويسة يا شباب. نبغى نحط نبغى نحط تراب عشان نكسرها على طول يا شباب. حلو عيسى ركز. بدون فلسفة بدون جنان. اوكي كذا نايس نايس كذا خلاص يا شباب كوننا الفكرة الأولى. الفكرة الأولى كوناها يعني اللي هي ايش؟ اللي هي خلاص ان كوننا مربع. طيب تمام تعال هنا تعال هنا. طيب كوننا مربع الحين بنجمع موارد. نفسي اوسعها، بس اوسعها بحذر. ما ابغى اموت ما ابغى اموت يا ناس. شوف هذه كيف تكون شكلها كذا نايس كذا ينحتها نحت. او ماي جاد شباب دقيقة شباب هذا بينكسر عادي. حتى لو ينكسر ايش المشكلة يعني؟ اقدر اكسره بلا، بس هذا اسرع. خلي لما ينكسر يا عيسى، لما ينكسر خلاص مو مشكله. خلي لما ينكسر مدينا اسوي كرافتنج تيبل. ايش طلع لي؟ ايش ذا الشيء؟ بقره يا عيال. الله انا اسف لك يا بقره والله، بس لازم اذبح. كويس اني حشرتها، كويس اني حشرتها ما تطيح يعني ما تطيح البقره. والله نايس عيسى الفكره، سويتها كذا صدف من ربك. كيف جات الفكره تسالني؟ طيب يا عيال الان ما ابغى اموت، ما ابغى اموت. عيسى تكفى يرحم اهلك وسعها بدون ما تموت. ما يمديني احطها كذا، لازم اروح ادنك كذا يا عيال. يا الله لو اموت. عيسى ركز. او ماي جاد ما ابغى اموت. طيب ها شوف انا تحتها. يا الله يا الله يا رب ما يروح كل شيء، 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 يا رب ما يروح كل شيء. خلاص هذه الموت الاخيره اتوقع. يا الله الحين فاضي انا اجمع من جديد. طيب شباب جمعنا يا شباب تقريبا كل شيء. لا عيسى ركز. طيب انكسرت حلو. الان يا شباب خلاص هذه يعني المحاولة الأخيرة يا شباب، ولا كل شيء بيروح. يا رب اني ما اموت. حط اخيرا ما بغيت. يعني شوفوا هي اصعب شيء الزاويه اصعب شيء. عارفين انتم عارفين الفكره يا عيال. يا اخي ليش ما اقدر احطها كذا؟ ليش اخاطر؟ ما ابغى خاطر. او ماي جاد او ماي جاد. لا مو هنا، لا تفجعني. المشكله ورب الكعبه اني بالقوه ضغطت الزر. ورب الكعبه كويس يا شباب انه العالم حقي موجود. لا هذا احلى شيء. لو اطيح من هنا لين ما بكره ما علي في الموارد للامانه، والله ما علي. ايش اللي طلع لي انت؟ ايش بقره؟ يا مرحبا مليون. اعطيني لحم، ابغى لحم. اعطيني لحم واعطتني سرير عشان انا. نايس هذه فكره حلوه يا شباب. يا اخيرا بعدين تجيب بلوكه هنا. طيب تمام صرنا كم بلوكه؟ 4 بلوكات 4 في 4 يا شباب، علشان ما يتروح علي يا شباب عشان ما يروح علي الموارد ما ابغى تروح علي. خلاص اجمع اللي قدي يا شباب، على قدي بالعربي. خلاص كلها من التراب يا عيال. اوه ضيعت يا عيال، والله ضيعت. اتوقع هذه صح؟ اوه والله ضيعت. لازم اميزها. كيف اميزها؟ شلون اميز البلوكه حقتي صح؟ الحل الامثل يا شباب، كل ما نطلع لازم نكسر، يا بطه يا متخلفه يا شيخ. اوه ما جاد، في شيء ما حسبت حسابه يا عيال. الان زي البط والخنزير دائما يطيح تحت، فاهمين؟ فلازم يا شباب احط محيط لو بسيط. اوه ما حسبت حسابها. ما راح اركز فيها الحين، الشيء الوحيد انا راح اركز فيه بعدين. هذه بعد. يا ربي ما اموت. ادعو قول يا ربي ما اموت. اوكي نايس. وتحطها في جهه عادي ما فرقت، مو لازم الركن في النص، افضل عشان ما تموت. حلو كبرتها. باقي من هنا يا شباب اكبرها. ايش فيها السما؟ ايش فيها الظلام تحت يا ولد؟ حسيت اني راح اموت والله. بحاول ابني زي المربع تحت، يعني منطقه مره صغيره، بحيث ودي اني اساس يكون قوي.
ما يكون ضعيف يعني ما يكون تراب، هذا اساس اللي تحت. طيب خلينا نسوي خشب، نبغى نسوي خشب يا شباب. حلو، نبغى ناخذ بلانك، هذا بلانك يفيدنا مره كثير. خلاص الحين اساسنا يعني يكون قوي شويتين. يا رب اني ما اطيح، يا رب اني ما اطيح، يا رب. طيب كيف بتحطها يا عيسى؟ كنا زي المربع، زي المربع، بس بحطها هنا. خلاص بس بحط يا شباب، بحوطها، بس اني بحوطها، فاهمين انتم؟ طيب يمديني احطها من فوق؟ والله ما ادري، ما ابغى اطيح يا اخي، ما ابغى اطيح، ما ابغى اطيح. هل يمديني اسويها من فوق؟ اي نايس، اخيرا شغلت مخك يا اسطورتي يا عيسى. نايس، ما ابغى اطيح يا عيال، اهم شيء اني ما اطيح. انكسر انكسر. غبائي لا نهائي، والله غبائي لا نهائي، والله غبائي لا نهائي. بس كويس سويت الاساس، شوفوا عندي 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 عندي، شغلت مخي يا شغلت مخي. نايس. الحين يا شباب الفكره يا شباب انه خلاص الحين قفلها من هنا. بس كيف نقفلها؟ ابغى اقفلها يا عيال، انتم فاهمين، ابغى اقفل هذه ابغى اقفلها عشان وهذه يكون مربع. خلاص خلاص سويتها يا عيال، سويتها والله سويتها والله. بلوكتين من كل جهه، واتوقع تقفل. يب تتقفل والله. نايس عيسى، نايس ذكاء والله، نايس والله، في ابداع في الموضوع يا عيال. اول مره اشغل مخي، اول مره اسنع شيء في حياتي. طيب يا شباب خلني نجيب بلانك يا شباب، والله بديت افهم اللعبه، والله الحمد لله اني تعلمت ماينكرافت. اقسم بالله شيء مره ممتع، محتوى ماينكرافت رهيب والله، محتوى ماينكرافت مره رهيب، مره رهيب، وانا مستمتع واستمتع يا شباب يوم العب ماينكرافت. وبكذا يا شباب بنينا عالمنا، مو عالمنا يا شباب، الحين عالمنا خاص ينبني فوق، خاصة العالم حقنا ينبني فوق، ينبني من التراب، ينبني من حجر، انا ما اهتم، ما اهتم. خلاص الحين انا الشيء اللي انا ابغاه سويته، هل هي مربع هذا، مربع هذا بالضبط، مربع هذا سويته. الحين ابني ايش يا شباب؟ مثلا خلاص اسوي زي كذا. حلو، سويت زي كذا تمام. ابغى ابني عالمنا، عالمنا، عالمنا ينبني هنا، عالمنا يكون مرتفع، فاهم؟ عالمنا يكون مرتفع بلوكه واحده بس، لان اذا جانا زومبي يا شباب او جانا بقر او جانا اي شيء يا شباب نقدر نذبحه وما يطيح، عرفتوا انتم؟ ما يطيح. الفكره مره حلوه، فكره مره رهيبه، اتمنى اني توفقت فيها، والله اتمنى. هذا المخزن حقنا بنحط فيه الاشياء اللي احنا ما نحتاجها. حلو، بنحط الاشياء اللي ما نحتاجها للامانه، هذه والله ما ادري ايش فائدتها، بس بنحطها هنا عشان ما تطي علينا. ونبغى يا شباب، انا حابسك جوا، تطلعين فوق ليش؟ انا حابسك جوا، تطلعين فوق ليش؟ ليش انا حابسك جوا؟ انزلي تحت، انزلي انزلي، انا حابسك جوا يا عيال. اعوذ بالله، شكلي لازم ارفع علمنا فوق. تعال تعال والله بكسرك، او لو اكسر ممكن تروح الاغراض. مشكله يا عيال، خلينا ناخذ الاغراض اللي فيه. طاح من حظي، طاح من حظي، من حظي طاح. فيا شباب انا راح ارفع، ارفع عالمنا، هذا الاساس يا شباب، العالمنا، فاهمين انتم؟ ارفعه عشان الدجاج ما يطير صراحه، يعني اكون معك صريح. تعال تعال، اهم شيء انت. طب هو كيف طلع؟ طلع بسبب بلوك ذي صح؟ راح تبان الفتحه اللي ورا، فراح يطيحون، فما ابغاهم يطيحون. خلنا نقفل بس، خلنا نقفل هنا. هلا والله بقره، شفتوا الفكرة يا الفكرة المفروض تزبط، الفكرة المفروض تزبط، الفكرة يا شباب انه البقرة ما تطلع من المربع ذا. طيب الحين لو ضربتها راح تطيح، ايش اسوي؟ يا اخي انزلي، يا اخي انزلي انزلي انزلي، ارحم، انزلي انزلي، وماك تطيحين، ما بخسرك، ما ابغاك اصلا، طيحي طيحي طيحي، ما ابغاك، متخلفة نفسية، خربت علي المشروع كامل. طيب يا شباب شوفوا الفكره، هي مره حلوه الفكره اللي في راسي، وباذن الله راح تشوفونها في المقطع الجاي، في المقطع الجاي راح تشوفون الفكره اللي في راسي، ان شاء الله انها تزبط، يا رب انها تزبط، وما يطلعون الدجاج والبقر والخنازير، ما يطلعون فوق، ويكون اساسنا تحت مربع تحت، يا رب انكم فاهمين عليه. حلو، اكتبوا لي نصايحكم، اكتبوا لي افكاركم، السلسله هذه مبنيه عليكم يا شباب، مبنيه عليكم، مبنيه على تعليقاتكم وعلى تفاعلكم حرفيا. اي واحد يكتب لي اي فكره في راسه راح احاول اني اضبطها، احاول قدر المستطاع اني اضبطها، وباذن الله اني راح اضبطها. يلا يا شباب، كان معكم عيسى، انا مره مستمتع بماينكرافت، والمتعه ما راح تكمل الا بتعليقاتكم، قسما بايات الله. حلو، كالعاده انا اقول لكم، انتم المحتوى، انتم المحتوى، انتم المحتوى. السلام عليكم.